آسيا، في أكبر قارات الأرض وأعظمها تاريخ، أقدمها أمجاد، صاحبة الحضارات والأمم، هي الشرق والغرب، هي المحيط واليابسة، هي العالية بجبالها الشاهقة، هي العصية بوديانها وتلالها. آسيا، أي قارة تلك؟ خرج لها زعيم زلزلها وهز أركانها، أزرق الموج لا يرحم الغريق، هلال التاريخ، صاحب الرقم الأول في كل شيء وفي كل قمة له همة، لا يهاب وهو المهاب، أرعب آسيا وزلزل كل أركانها، ما إن يحضر في محفل إلا ويستريح الجميع. عاداته أخذ الذهب عنوة، فهو لا يستكين ولا يعرف الخنوع. موج المحيط الذي ابتلع في زرقته الجميع، له مدرج يهتف بعظمة ويحضر بكبرياء، لا يعرف إلا الفرح. أصابته التخمة ولا زال يقول هل من مزيد؟ موجه هذا يهد ويجتاح، لا يرى أمامه إلا الأفراح. هو الرقم الصعب ورقم الخطر، القوي، الصلب، الشرس، المفترس، القاتل، سيد المدرج وفخر الرياض. آسيا ستخضع له طوعا وتحني رأسها له استسلاما، وتقبل الأيادي عندما يرفع كأسها إعجابا. لن يفعلها غير الأزرق، ولن يحنيها سواه. البحر الهائج، أبيض السماء، ساحر الميدان، سيطوعها فنا ويجبرها عظمة وأنفة، بل وكبرياء.